يسعد صباحكم من جديد حديثنا الان عن الفحص الوراثي للاجنه مع الدكتور عمر العمر يسعد صباحك دكتور استشاري العقم واطفال الانابيب في مركز حياه للإخصاب مستشفى العبدلي اهلا وسهلا فيك صباح الخير شكرا لك شكرا للاستضافه الجميله وللطاقم المميز اهلا وسهلا منورنا خلينا نبدا عن اهميه هذا النوع من الفحوصات الفحص الوراثي للاجنه قبل عملية الإرجاع في أطفال الأنابيب صراحة الفحص الوراثي الأجنة سواء على مستوى الكروموسومات أو على مستوى الجينات يهدف إلى استثناء الأجنة المعتلة يعني يهدف نعم. إلى أن يكون الحمل بأجنة سليمة وهذا بالضرورة بيرفع من فرص النجاح في أطفال الأنابيب خصوصا في حالات الفشل المتكرر بأطفال الأنابيب نعم كمان بيقلل من فرص الإجهاض. بحسن من فرص نجاح الحمل حتى نهايته م -م. وفي ناس كتير كمان بتطلبه لاغراض اختيار جنس الجنين نعم هلا في عنا انت ذكرت فحصين في عنا الكروموسومات صحيح والجينات شو الفرق بينهم هذا النوع من الفحوصات هلا الاعتلالات الوراثيه عاده تندرج تحت مجموعتين م -م. مجموعه الاعتلالات الكروموسوميه وال والجينيه م -م. آه، الاعتلالات الكروموسوميه مرات بتكون زياده في عدد الكروموسومات زي متلازمات داون باتا وتربل اكس م. سندروم نعم وفي اعتلالات بتكون موروثه من احد الوالدين مثلا جزء من الكروموسوم بيكون مفقود او م. قصير نعم. او ممكن يكون في تبادل بين اثنين من الكروموسومات نعم هدول الفحوصات فيهم آه سهله بسيطه ودقيقه الحمد لله بتم بسرعه وعاده بنرجع الاجنه بنفس الدوره العلاجيه. نعم. الفحص الجينات اما بيكون في خلل وراثي لدى العائله على مستوى الجين بيعرف عنه احد الوالدين نعم. من عائلته او بيكونوا تفاجؤوا فيه لما انولد لهم طفل مصاب بمرض معين وراثي فاكتشفوا انه في عامل وراثي عند احدهم او الاثنين. نعم يعني الاعتلالات الوراثيه الجينيه زي مثلا تقولي الثلاسيميا السكل مرض فقر الدم المنجلي السيستيك فايبروسس الاشياء هذه نعم هلا لما بنلاقي هيك اعتلال وراثي عند احد الزوجين اول شيء بنفحص الازواج وراثيا نعم. وممكن نفحص الطفل اللي انصاب عندهم م. ونلاقي بروب نفحص عليه الأجنة بعدين يعني أول شيء وكأنه بنفحص العائلة العائلة حتى نلاقي شو العامل اللي الوراثي اللي بدنا ندور عليه نعم هلا بعد ما نحضر البروب للفحص بنبدا باجراءات عمليه اطفال الانابيب نعم ولما يصيروا الاجنه جاهزين ناخذ عينات منهم بتم إرسال العينات لمختبر الوراثة وبتم تجميد الأجنة لأنه العينة بتحتاج وقت حتى تطلع نتيجتها وبيتم إرجاع الأجنة بدورة لاحقة أو بعد دورتين نعم. <applause> هذا الوقت اللي بناخده بالفحص في ناس بيستصعبوه او بيفكروا انه مرات انه يعني انا طب كل هالوقت بقدرش اللي عايش برا الاردن بقدرش اقعد نعم. بالاردن كل هاي المده قد المده عم نحكي فيه يعني من ما نبدا بفحوصات الزوجين بجوز لننهي الموضوع ثلاثة اشهر أربعة اشهر هلا هذا متغلب عليه يعني الزوج بيلزم مره واحده يعطي عينه السائل المنوي نعم بالنسبة للزوجة بقائها مش شرط يطول لفترات طويلة نحن بنقدر نحضرها في بلد إقامتها و... وتيجي بعدين جاهزة قبل الإجراء والإجراءات مبسطة وسهلة ومقدورة نعم. عليها يعني. نعم. والنتائج كتير مجدية وأكيد يعني خصوصا إذا في تاريخ وراثي <applause> ومرضي في نعم. العائلة قديش هذا بجنبهم القلق يعني حتى لو كان في فترة ثلاثة أشهر يعني وإحنا قدامنا العمر بأكمله يكون في عنا جنين بصحه سؤالي دكتور كمان موضوع تحديد الجنس للمولود بيتم عن طريق هاي الطريقه عن طريق, طريق الفحوصات الوراثيه صراحه هذا متطلب نسمعه م. كتير من الازواج تحديد او اختيار جنس الجنين بيتم لاحد غرضين م. اما لغرض طبي لانه في بعض العائلات لديها مرض وراثي مرتبط بجنس من الاجناس نعم. يعني يصيب البنات فقط او يصيب الاولاد فقط نعم. لذلك بنحاول نستثني الجنس اللي بيصيبه المرض <applause> الحالة الثانية اللي هي الأكثر شيوعا اللي هو المتطلب الاجتماعي <applause> بعض العائلات بيكون عنده بنتين وبده ولد عندهم ثلاث أولاد وبدهم بنت تزين هالعيلة ف... فبيلجأوا لوسائل اختيار جنس الجنين <applause> الفحص سهل، دقيق، متوفر، <applause> نفحص الكرومات الكروموسومات الجنسية اللي هي الإكس والواي <applause> <applause> وبنقدر نحدد نختار جنس الجنين اللي بدنا إياه والنتائج دقيقه لدرجه بتوصل 98 99% باختيار جنس الجنين نعم هلا بعض الازواج بلجأوا لوسيله الحقن الصناعي لاختيار جنس الجنين بتعطينا دقه اقل شويه صحيح أكثر. لكنها بسيطه وسهله م. وكلفتها بسيطه نعم. يعني دقتها بتوصل ل 70% يمكن نعم. تقريبا نعم هل هناك ايضا في فوائد او احتياجات اخرى لهذه الفحوصات الوراثيه او الجينيه هو هاي الفحوصات تتطور دائما مع نعم. الوقت يعني مثلا بقدر اقول في فحوصات وراثيه بتساعدنا على اختيار الموعد المناسب لارجاع الاجنة هذا في حالات الفشل المتكرر نعم. في فحوصات وراثيه لها بعض الازواج لما يكون عندهم طفل مصاب او قريب مصاب بده يستفيد من الخلايا الجذعيه نعم بنختار اجنه مطابقه للمصاب بحيث يتم الحمل فيها بالاتش ال اي وهذا بيعطينا فرصه انه الخلايا الجذعيه تبعه تكون مناسبه لعلاج اخوه او قريبه اللي نعم. معتل بمرض معين. نعم، بدي اسالك لانك ذكرت موضوع الخلايا الجذعيه، يعني الدراسات لساتها موجوده كل يوم عم تثبت لنا انه ممكن الاستفاده منها في علاج بعض الامراض، قد بتحس انه مجدي تخزين هذه الخلايا ولا الفحوصات الوراثيه هي كافيه بتكون؟ أه لا الفحوصات الوراثيه بتجنبنا شيء بنعرفه نعم الخلايا الجذعيه اللي تخزينها متوفر وسهل أه صراحه أه تشكل افق واسع جديد نعم الان مش كله موجود كله في طور الابحاث لكن في اشياء اجريت بالاردن زراعه نخاع العظم وعلاج الاورام من الخلايا من الاورام امراض الدم نعم. كثير في عائلات استفادت منها نعم. لذلك يعني انا بعتقد انه خيار ممتاز ويخلق افق جيد على المدى الطويل صحيح، قديش دكتور بتشوف عندنا نسبه الوعي عند الاهل بحرصهم على اجراء هذا النوع من الفحوصات للاجنه؟ حقيقةً الوعي عم بتطور يوم عن يوم مجتمعنا نعم. مجتمع فتي، مجتمع متعلم الناس واعية والدنيا مفتوحة المشكلة الرئيسية اللي بتواجه بعض الناس هي الكلفة مم. الملحقة بهيك برامج هذه البرامج مكلفة نعم. لأنه فيها استخدام لأدوية ومعدات وأجهزة نعم. لكن نتأمل مع الوقت أنه التكلفة تقل مم. وهذا هذا اللي بصير بالطب عادةً بيبدأ الشيء مكلف كثير بالتدريج بتقل الكلفه نعم. وان شاء الله تصير في متناول الجميع ان شاء الله، احنا هون بنحاول قدر الامكان لا سمح الله نسيطر على عدم حدوث الامراض وايضا زي ما حكيت نعم. في حالات الفشل المتكرر نعم. لاطفال النبيب شو بتحب توجه نصيحه لكل اللي بتابعنا واللي مهتم بهذا النوع من الفحوصات؟ يعني النصيحه الدائمه انه اذا كان لدينا معرفه بمرض وراثي في العائله سواء عائله الزوج او الزوجه أن لا نتغاضى عن الأمر وننتظر أن يحدث لدينا إصابة في أحد الأطفال نعم. لأنه بشكل معاناة للطفل أولا معاناة للأب والأم وللعائلة جميعا صحيح. توفر الفحوصات الوراثية والإجراءات بشكل بسيط بيجعل من الحياة أسهل وبيخلينا نستمتع بأولادنا وبصحتهم وعافيتهم أكثر 100% لما نتحدث عن بشكل عام فكرة أطفال الأنابيب عند الأهل دائما تخوف بنجاح الطفل لكن موضوع كثرة الفحوصات برضه بتقلق الأهل إنه هل بيأثر على الأجنة هل بيأثر على حدوث الحمل أنا ما بدي أعمل هاي الفحوصات فشو إجابتك أيضا لهذه التساؤلات؟ نحن ما بنأخذ عينة إلا من الجنين بعد ما يوصل مرحلة من الانقسام تسمح بأخذ عينة منه بما لا يضره نعم. ولا يسبب له مشكلة وبتتم بأيادي خبيرة عنا مدربين و... ومتعلمين بتعليم عالي من من فنيين المختبرات والاطباء نعم. اللي معنا وبنطمنهم انه ما في بالدراسات العالميه كلها ما يثبت انه هدول الاطفال عندهم مشاكل مختلفه عن غيرهم نعم اذا عملنا فحص الكروموسومات والجينات ولا سمح الله بعد الولاده كان في هناك مرض او خلل معين قديش بتكون نسبه متقاربه يعني احنا بنضمن من خلال هذه الفحوصات ما تكون في عندنا امراض بنسبه معينه ولا لساتنا مش متاكدين حتى من النسبه هلا المفروض واحد زائد واحد تساوي اثنين إنه مية بالمية مية النتائج مية. سليمة لكن دائما إحنا بنترك مدى للخطأ البشري وعادة لا يتجاوز نسبة اعشار في المئة أقل من واحد في المية نعم. أنا يمكن صار لي بمارس هالمهنة حوالي 20 سنة ما حدث وشفنا حالات فيها اخطاء بالجانب الوراثي نعم لاختيار الجنس الجنس او البيبي السليم الخالي نعم. من المرض نعم وايضا هو يعتبر يعني خلينا نحكي خيار جيد للامهات اللي بينجبوا بعمر متاخر صحيح احنا بنضمن برضو انه ما يكون في عندنا بعض الأمراض. خصوصا الاتلالات الكروموسوميه لما نعم. قلنا المتلازمات زي داون وبتاو هي في ارتباط وثيق بينها عمر الأم. وبين عمر الأم بالدرجة الأولى وحتى عمر الأب لقدام شوية نعم. فلذلك مهم للسيدات هدول أنه يحاولوا يتجنبوها بطريقة ما نعم نشكرك دكتور عمر العمر استشاري العقم وأطفال الانابيب في مركز حياة الإخصاب مستشفى العبدلي نورتنا يعطيك جزيلا. ألف عافية شكرا إذن.